المجتمع من حولها، لأنها بصراحة شكلت نموذج ودفع إيجابية لفئة المعاقين تحديدا، وكان يعني خلال الأيام الماضية تكريم لهذه الشخصية ضمن مجموعة من الشخصيات التي كرمت على تحديها لإعاقتها وتسجيلها بصمات وتأثير مجتمعي جدا راقي وجدا مميز. اليوم احنا اكيد بسعدنا استضافة الشخصية الفلسطينية الشابة حنين أبو غوش من القدس بالتأكيد معنا عبر الإنترنت لحتى نحكي شوي عن هالنموذج الحلو واللي أكيد هو اليوم عم ببدنا بطاقة إيجابية أكثر من رائعة. فصباح الخير حنين وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، تسلم يا رب. هلا، احنا يعني بصراحة مجرد ابتسامتك عم تعطينا طاقة واشياء كتير حلوة ومعنويات جدا جميلة، واليوم احنا كمان بنحكي عن قديش شكلتي بصراحة قصة ايجابية لكتير من الناس اللي ممكن بتعاني وعندها اشكاليات لكنها بتحتاج لمعنويات اكبر وبتحتاج لدافعية اكبر لحتى تواصل حياتها. ما قبل ما نحكي عن هالتفاصيل، يعني حنين اذا ما عرفنا المشاهدين بشخصيتك، ايش اليوم بتعرفي عن حالك؟ حنين أبو غوش، أنا المسؤولة عن المشاريع ذوي الهمم في جمعية United in Humanity، متحدين في الإنسانية، وبملك مقهى درويش في البيرة. أهلا فيك يا حنين. إذا ما حكينا عن إعاقتك، بإيش تتمثل إعاقة حنين اللي اليوم وصلتها لمراحل جدا حلوة، وإيش كان سبب هاي الإعاقة؟ عندي إعاقة حركية، بال 2009 عملت حادث سير ومن وقتها وأنا على كرسي عجلات. نعم، ومباشرة يعني بالتأكيد هناك كسر في عمودك الفقري واللي أدى وأثر على وجودك اليوم على هذا الكرسي. إذا ما حكينا بهديك الفترة، قديش كان الموضوع صعب لحنين وشكل يمكن إشي كتير سلبي لإلها، وكيف اليوم وصلتي لهالطاقة الإيجابية ولهالروح الجميلة؟ طبعا أولها كان الموضوع كتير صعب، مش شوي، لأنه حياتي تغيرت 180 درجة، من انه انا بنت جامعيه عمري 20 سنه رايحه على خطبه صاحبتي، لاني انا عملت حادث، نمت قمت لقيت حالي على كرسي عجلات ولازم اتاقلم عليه ولازم اتعود اني انا اعيش بهذا الكرسي حسب حكي الدكاتره لاخر يوم في حياتي. فكان الاشي اولها صدمه، وكان الاشي كتير هيك مزعج، وبس بعد فترة استوعبت انه الدنيا ما بتوقف عند اي حدث بغض النظر قد ما كان صغير او كبير، الدنيا مكملة. فاتأقلمت مع الموضوع وتقبلته، وبعد ما تأقلمت مع الموضوع وتقبلته بصراحة صفى انه مش بس لازم اتقبل، صفى اني انا لازم كمان اطلع على نص الكاسة الملان واطلع على الايجابية، اطلع بطريقة ايجابية على الكرسي عشان اقدر اكمل. ف تقبلت الكرسي وكملت التعليم وصرت أشتغل وصرت أتطوع وصرت متحدثة تحفيزية وكملت. جميل جدا، وإحنا بالتأكيد اليوم بنفتخر بوجودك معنا وبكونك متحدثة تحفيزية، وأيضا اليوم نحكي عن حنين اللي افتتحت مشاريعها الخاصة اللي بتملكها. قديش بصراحة حنين حسيتي إنه بيلزم إنك تكوني متحدثة تحفيزية وممكن تكوني موجودة على مسارح وعلى منصات معينة لحتى تشحذي من همة فئة المعاقين بغض النظر عن نوع إعاقتهم إذا كانت شبيهة لإعاقتك أو مختلفة؟ لا طبعا حسيت إنه في أهمية، ومش بس كمان ذوي الإعاقة، يعني لكل الناس بغض النظر عندهم إعاقة أو ما عندهم إعاقة. دايما البني آدم بحاجة إنه يسمع كلمات تحفيزية، بحاجة إنه يسمع قصص نجاح، بحاجة إنه يلاقي حدا هيك يدعمه ويقدم له. يعني يوم أنا أجي أحكي قصتي إنه أنا حنين اللي على كرسي عجلات وقدرت أتمكن من إني أنا أعمل أكثر من نجاح، وقدرت إني أنا أتحدى إعاقتي وأتحدى المشاكل اللي عم بمرق فيها وما أخليها توقف بطريقي، وقدرت إني أوصل لأهدافي عن طريق الشغل وعن طريق إني أنا ما أيأس، وبالعكس كل ما تواجهني مشكلة يزيد إصراري. فبالعكس هذه رسالة حبيت أوصلها مش بس لذوي الهمم، ذوي الهمم هم أكيد يعني
أكتر حدا أنا أكتر فئة أنا بركز عليها، لأنه إحنا بنقدر نحس ببعض، بس إنه برضو رسالتي موجهة للعالم كله، يعني بحب أرفع معنويات العالم كله. طبعا كل الاحترام لإلك حنين. بصراحة اليوم عم تحكي إنك أنت مصدر دعم لغيرك، لكن بحياة حنين قديش كانت البيئة المحيطة حواليك، أهلك، أصدقائك، جيرانك، ممكن أصحابك، قديش كان لهم دور بدعمك، وقديش هذا مهم لكل شخص بيتعرض لوعكة، بيتعرض لمصدر إعاقة أو موقف معين؟ كتير مهم، من يعني أكتر الأسباب اللي قوتني واللي خلتني أقدر أوقف أرجع أجري، يعني زي ما أنا يعني عشان أنا أوصل لمرحلة إن أنا أعطي الكلمة الحلوة، أكيد كنت أضلني أسمع كلام حلو، كان يكون في إلي تشجيع مستمر ودعم معنوي مستمر من أهلي، من أصحابي، من وقتها شريك حياتي اللي كان معي. فإنه لا، كتير مهم الدعم المعنوي، من أهم الأشياء بصراحة اللي وصلني لأنه شو أنا حنين اليوم، ورسالة أهلي المستمرة اللي كان أنه حنين بغض النظر أنت على كرسي أو مش على كرسي، حنين ظلت حنين بشخصيتها، بضحكتها، بكلمتها، بوجودها، أنه هذا المهم بالآخر. المهم الشخصية أكتنا والله، كرسي أو مع كرسي أو بلا كرسي، فهاي الرسالة أكيد كتير أنه قوت من شخصيتي وحفزتني أكيد. طبعا فبشكر كل أهلي طبعاً، كل أصدقائي وكل اللي حولي طبعا، واحنا اكيد بنوجه لهم تحيه صباحيه وبنشكرهم بصراحه على هذا الشيء. يعني حنين بتزامن مع يوم الاعاقه، وبصراحه واقع المجتمع الفلسطيني وفئه ذوي الهمم او المعاقين في المجتمع الفلسطيني، ايش اللي بيحتاجوه بتزامن مع هذا اليوم فعليا اللي بيتزامن او اللي بيصادف يوم المعاق العالمي؟ ما هو بصراحة أنا بادرت لأني عملت الإيفنت اللي أنت حضرتيه اللي هو إصرار، كان طبعا بالمشاركة مع احتضنها مدينة روابي عن طريق الجمعية أنا بشتغل فيها. بصراحة حبيت أني أنا أعمل هاي الإيفنت لأنه حبيت أضوي وأسلط الضوء على 7 من ذوي الهمم، لشان أفرجي أنه في عنا عن جد نماذج يحتذى فيها، وفي عنا نماذج كتير كملت بالرغم من إعاقتها، وهدول كل صوت من هدول 7 بيأكد على إنه إحنا بغض النظر عن إعاقتنا بنقدر نكمل وبنقدر نكون أشخاص مؤثرين وأشخاص قياديين. فكان مهم بالنسبة لي في هذا اليوم تحديداً أفرجي إنه الأشخاص ذوي الإعاقة لهم صوت، وكان مهم إني أوصل صوتهم. وأصلاً تحديداً يوم الإعاقة هو يوم عالمي، ووجد عشان يأكد على عدة حقوق، حق التعليم، حق الصحة، وعدة حقوق تانية، وأهمها حق وجودنا كجزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني. فبتخيل إحنا كذوي إعاقة يمكن أهم إشي حالياً إحنا بنحتاجه هي المواءمة، مواءمة البنية التحتية، مواءمة الشوارع لاحتياجاتنا، عشان نقدر نتنقل وعشان نقدر ننجز. لأنه طول أنا ما بقدر أدخل على مبنى معين أو على مكتب معين أو على محل غير مواءم، رح يكون برضو هذا الإشي كتير عقبة في طريقي. فأنا بتخيل حالياً أهم إشي إنه المواءمة طبعاً. وهذه أكيد دعوة لكل الجهات المسؤولة، لكل الناس اليوم عم تسمعنا، قديش مهم أنه ناخد بحاجات بصراحة وممكن كل الأشياء اللي بيحتاجوها فئتنا لحتى نسهل عليهم هاي الأمور ويكملوا بطريقة الإنجازات وطريقة الإبداعات. حنين أبو غوش، شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا وللطاقة الحلوة الإيجابية اللي اليوم أعطتنا إياها، وبنتمنى لك كل التوفيق. تسلم يا رب، شكرا لك ونهارك سعيد. يسعدها. يعني بهذه الصورة مشاهدينا الكرام كنا وإياكم بهذه النماذج اللي ما بين فترة وفترة اللي إحنا يعني بنشاهد وبنلاحظ نموذج من ذوي الهمم بيسجلوا يمكن بصمات حلوة في الإبداعات، سواء على المستوى الشخصي أو حتى على مستويات أخرى. وقديش بنشوف اليوم حتى إحنا يعني يمكن بنزور شركات أو مؤسسات، سواء قطاع خاص أو قطاع حكومي، وبنشوف ناس من ذوي الإعاقة متسلمين مهام مهمة ومتسلمين مناصب جدا مهمة، لأنهم قادرين وعندهم الإمكانيات، ويمكن طاقتهم الإيجابية هي بتتجاوز
طاقة شخص معافى ما عنده أي إعاقة، وبالتالي الموضوع بيتطلب مثل ما حكت حنين مواءمة للأماكن اللي بيحتاجوها والأماكن العامة، بالإضافة لدعم البيئة المحيطة، وهي فرصة لكل الأهل اللي يمكن بوجود أبناء عندهم أو أطفال عندهم سواء ولدوا بإعاقة أو تعرضوا لحوادث وصار عندهم إعاقة، قديش مهم إنكم تدمجوهم بالمجتمع، وقديش مهم إنكم تصنعوا منهم أشخاص مميزين وقادرين على تحقيق وصناعة تأثير جدا رائع في